وإذ نجيناكم من آل
وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
بما فتح الله عليهم
أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون